اهلا وسهلا بيكم. بنتكلم النهارده عن تدريب الحيوان. طبعا يعني في ناس كتير قوي طبعا هتستعجل بسرعه ومش هتكمل معايا الفيديو للنهايه. انا بقول لحضرتك حاول ان انت تكمل الفيديو للنهايه، لان الكلام اللي انا بقوله لك دوت او الفيديو ده هوت انا عامله على مراحل يعني طويله جدا. يعني لو انت لاحظت معايا هتلاحظ ان الفيديو دوت انا بشوف المده اللي هيتم فيها ترويض الببغاء هتاخد قد ايه، ولذلك هتلاحظ في مقاطع كتيرة قوي مختلفة في الفيديو. طبعا المسألة أولا يا جماعة مسألة صعبة جدا، وليس كما يعني يروج لها ان المسألة يعني ساعة ولا ساعتين هيتم ترويض الببغاء. يعني يقول لك ده مش عارف في ثانية واحدة او في ساعة تم ترويض الببغاء. طبعا المسألة دي صعبة جدا، زي ما بقول لحضرتك ان تعليم الببغاء على الكلام مسألة محتاجة وقت، المسألة محتاجة وقت. كذلك برضك الببغاء عشان يتم ترويضه محتاج وقت طويل جدا. فالموضوع دوت هيختلف معانا لقسمين اتنين، في قسم هيتم ترويضه بسهولة شوية ومش هياخد وقت طويل، وفي قسم تاني هياخد وقت طويل جدا جدا. أول حاجة الببغاء اللي هو ما تمش تأكيله تأكيل يدوي، اللي هو تم تفريخه تفريخ محلي، يعني تم تفريخه في داخل القفص. الببغاء دوت برضك هيكون يعني صعب شوية، أول ما بيشوفك بيخاف منك، بيدخل البيضة بسرعة. الببغاء دوت يعني تفريخ، يعني هو شاف الإنسان على طول يعني متواصل مع الإنسان، لكن هو في حالة من حالات الخوف لما أنت تيجي تمسكه بيحصل إن هو يعضك عضة يعني شديدة جدا. فالببغاء اللي هو التفريخ هياخد معاك وقت يعني مش طويل قوي، لان هو على طول بيشوف الانسان. بينما ببغاء الصيد طبعا يعني محتاج وقت طويل، لان هو اصلا ما شافش انسان قبل كده، وهو طبعا فاقد الثقه بينه وبين الانسان. خلي بالك كمل معايا الفيديو للنهايه، شوف الببغاء دوت تم تاكيله تاكيل يدوي، فبنلاحظ ازاي ان هو يعني هادي وحتى ما بيعضش، وحتى لو عض العضه دي ما بتكونش عضه اللي هي يعني العضه القاطعه، لان طبعا احنا عضة الببغاء دي بتكون عضة صعبة جدا جدا جدا. فانا لما اجي عشان ادرب الببغاء اللي هو الصيد ده هوت او اللي هو تفريخ، لازم اكون لابس على ايديا جواندي، وطبعا الجواندي ده يكون سميك، لان الببغاء الدرة او ببغاء اللي هو طبعا الكاسكو او ايا كان الببغاء ده هوت، بنلاحظ ان المنقار بتاعه بيكون صعب جدا، فلازم اكون لابس يعني لابس جواندي. اول حاجة بعملها للببغاء ان انا بحاول ان انا احسسه بان ايديا مصدر امان، فبحط الببغاء على ايديا اكبر قدر ممكن، يعني انا بسيبه على ايديا اكبر قدر. طبعا هو يعني دي مراحل، يعني في اول مرحله طبعا مش هيقف على ايديا طبعا، يعني دي مرحله يعني يعني مرحله متاخره. بنلاحظ ان هو عشان يقف على ايديك كده ويثبت على ايديك، دي مرحله عايزه وقت طويل، يعني اصبر كده الاول. لازم يعني احنا بنقول ان الافضل ان انت تربط جناح الببغاء باللاصق، يعني انت هتجيب مثلا اللاصق ده هوت او اللزق ده هوت، وبتحاول ان انت تلزق جناح واحد او جناحين اتنين للببغاء عشان انت تأيد الحركة بتاعته. يبقى انت هتجيب اللزق زي ما احنا شايفين هوت، اللاصق هوت لو احنا بنشوف اللاصق الاحمر دوت اللي في جناحه، هتحاول ان انت تلصق يعني اربع ريش اللي هم اللي في جناح الطائر، او تحاول انت يعني يتم لصق جناح او جناحين. الهدف كله ان انت تأيد الببغاء، لانه طبعا بيبقى يعني في الاول بيبقى حاجة طبعا صعبة جدا، وبيبقى منفعل بشكل كبير جدا. الاول لازم ان احنا نهدأ من روعه ازاي؟ ان احنا نحطه على ايدينا بثبات، وما تحركش ايديك قوي ولا يعني ما تعملوش عملية فزع. يعني بنحاول ان احنا الوقت نحسسه بالامان، نقدم له الطعام. طبعا هو عنده يعني رغبة في العض، فطبعا شيء طبيعي ان هو هيعض. طبعا يا جماعه الطائر اللي معايا دوت طائر صيد، يعني طبعا لم يعني ما شافش قبل كده الانسان، بيشعر بالفزع، بيشعر بالرعب. الوقت بتاعنا او الوقت اللي هياخده الببغاء ده هوت هياخد وقت طويل جدا، لازم ان احنا نصبر. كل يوم لازم ان انا اطلع الببغاء كل يوم من القفص، واحاول ان انا ادربه، احاول ان انا احطه على ايديا، احاول ان انا يعني اخليه يشعر بالامان والثقه. طبعا المساله محتاجه وقت، زي ما احنا شايفين كده دوت مقطع تاني ومرحله تانية، بوري لك يعني وشوف حضرتك ان المساله محتاجه وقت طويل، يعني ديت في فتره يعني من الشتاء، يعني شوف من الشتاء. هو يعني مهم جدا ان انا ابدا اهدئ من روعه. يعني هو انا لما ادرب الببغاء ايه الفايده؟ يعني لما ادرب الببغاء لا، فايده مهمه جدا. انت لما تهدأ ببغاء الدرة بالذات
هيشعر الببغاء بالامان، يعني هيبقى في انتاج اعلى، الببغاء هيخش البياضه ويبدا يفرخ، لان طبعا الببغاء شوفوا معايا، الببغاء عايز يعض، فانا طبعا المفروض ان انا البس جوين، يعني المفروض ان انا البس جوين طبعا. لازم خلي بالك لو انت مش يعني يعني ما عندكش خبره بالطيور لازم تلبس جوين، لان طبعا زي ما احنا شايفين اهوت، انا بحاول، هو طبعا بيعض، بحاول ان انا اديله الكوفيه ان هو ايه يعض فيها. انا بقول لحضرتك ان مهم جدا ان انت تدرب الببغاء ان هو يبقى يعني ايه يشعر معاك بالانس، يشعر ان انت مش مصدر رعب ليه، لانه هو لو شعر بالخوف والفزع مش هيضع ولا هينتج. يعني انت بتلاحظ مثلا ان في ناس عندها مثلا ببغاوات، الببغاوات اللي عندها خوف زائد عن الحد، او حاله من حالات الرعب لما صح يعني صاحبه يخش عليه، طبعا الببغاء بيبدا يجعر وبيبدا طبعا يصرخ وبيبدا طبعا يعني حاله من حالات الفزع. الببغاء ده هو تعرف ان هو مش هينتج او انتاجه هيبقى ضعيف جدا، ممكن ان هو طبعا هو خايف منك، فاول ما يشوفك يصرخ او يبدا يجعر. فده احنا بندرب الببغاء، عايزين نكسر حاجز الخوف، عايزين نخليه يشعر بالامان، لانه لما يشعر بالامان هيبدا الببغاء يعني ايه يفرخ اكتر. ولذلك انا كنت عملت حلقه قبل كده وعملت فيديو عن ان علامات تدل على ان هذا الببغاء لن يضع البيض ولن يتم يعني الانتاج منه ولا التفريخ منه. ليه؟ بسبب الخوف الزائد عن الحد. فانا دلوقتي لما باجي بدرب الببغاء بحاول انا اكسر له حاجز الخوف، ده شيء مهم جدا. انا مش عايزه عشان يعني يتكلم او عشان ان هو مش عارف يبدا يقف على ايديا، لا، ده انا عايز اكسر حاجز الخوف عنده عشان ان هو يعني يبدا يفرخ ويبدا ينتج، ولما يشوفني ما يبقاش في حاله من حالات الفزع والخوف. انت لو انت عايز تجيب ببغاء عشان يتكلم، الافضل ان هو يكون تاكيل يدوي، انما عشان تروح تجيب ببغاء صيد وعايز ان هو يتكلم، انا بقول ان المساله يعني صعبه جدا جدا جدا. فما تجيبش ابدا ببغاء صيد وتقول ان يعني ان انا عايزه يتكلم، لا طبعا صعبه. ممكن من ببغاء التفريخ اللي هو تم تفريخه في القفص، ممكن ان هو يتدرب معاك ويكون احسن كتير جدا، لكن انا بقول لحضرتك ببغاء الصيد يا ريت ان انت تبعد عنه تماما، ما تشتروش تماما. ويكاد يكون من المستحيل ان ببغاء الصيد ان هو يتكلم، يكاد يكون من المستحيل او من الصعب جدا، انا بتكلم انه صعب، يعني ممكن ممكن يتكلم لكن مع تدريب رهيب جدا، هو طبعا ثمنه بيكون رخيص. فلذلك لما بنلاحظ ان الببغاء اللي هو بيكون صيد بيكون ثمنه رخيص، انما ببغاء اللي هو تم تاكيله تاكيل يدوي بيكون غالي. وبالفعل الببغاء اللي هو تم تاكيله تاكيل يدوي او اللي تم تدريبه ده بيكون رائع جدا، لانه بيكون هادي، بيسهل عليه ان هو يتكلم، بيكون بصراحه ببغاء كويس جدا وانتاجه بيكون كويس جدا. يعني في ناس مثلا بتقول لك ان الببغاء اللي هو تم تاكيله تاكيل يدوي ما بينفعش للتفريخ، بالعكس، ده الببغاء اللي هو تم تاكيله تاكيل يدوي ده بيكون ببغاء هادي، شاعر بالامان من ناحيه الشخص، من ناحيه الانسان، بيخش البياضه عادي، بيقعد فيها عادي، بيرقد على البيض عادي، ما بيفزعش، ما بيكسرش البيض. فشوف هنا احنا الاول بنحاول ان احنا نجيب الببغاء دوت. طبعا انا بقول لحضرتك ان الافضل ان انت طبعا تلبس جوند عشان تامن من موضوع العض. طبعا زي ما احنا سامعين كده الجعير دوت بيدل على ان ده ببغاء صيد، يعني جعير بتلاحظ انه بيجعر كده وبيصرخ الصرخه ديت، لما تسمعها تعرف ان ببغاء دوت يعني ايه، في يعني بيصرخ صرخه، دليل على الرعب الشديد. انما الببغاء العادي عمره ما تسمع منه الجعير ده، ما تسمعش منه الجعير، فالجعير ده هو بيكون دليل على الببغاء ان هو ببغاء صيد. تعال كده نشوف اللي اهو بدانا هوت يعني نهدئ من روعه شويه، بدانا ان احنا ندربه. احنا طبعا يعني تم لصق يعني جناح واحد فقط، وده يكون افضل يعني. الافضل طبعا يا جماعه ان انت ما تقصش جناح الطائر، لان طبعا قص الجناح ده هوت هيدخلنا في حوارات تانية. يعني قص الجناح ده طبعا مساله كبيره، لان انت لما تجي بعد كده عشان الريش يطلع تاني والجناح يكتمل، مش هينفع الريشه المقصوصه، لا يمكن ان هي تطلع، هتفضل كده على طول، لازم ان انت تشدها او تنتفها عشان يطلع مكانها ريشه سليمه. فلذلك انا بحفز يعني او يعني برشح لك اكتر ان انت ما تقومش بقص الجناح، لا يعني كفايه بس ان انت ايه تقوم بلصق الجناح. اتعامل مع الحيوان برفق جدا، حاول ان انت تسيبه اكبر قدر ممكن على ايديك عشان يشعر ان ايديك يعني محل ثقه ومحل امان. من الامور المهمه جدا ان انت تسيب الببغاء ده هوت، الببغاء اللي انت عايز يعني عايزه يتم تدريبه، من المهم جدا ان انت تسيبه خارج القفص، يعني اديله حريته. يعني هو كان صيد او ان هو تفريخ، ما تمش ترويضه او تاكيله، حاول انت تسيبه بره خارج القفص، يعني عشان تديله ايه الثقه اكتر.
وتدي له يعني ايه ان هو يرتاح اكتر. فزي ما احنا شايفين كده انا طبعا يعني عامل له عمليه ايه يعني زنقه كده في الباب عشان ما يعرفش يروح لا شمال ولا يمين، بحيث ان انا يعني ايه اسيبه على ايديا اكبر قدر ممكن. في طبعا يعني في المرحله الاولى هياخد منك طبعا يعني وقت طويل، بحاول انا اسيبه خارج القفص عشان يشعر بالراحه. يعني هو طبعا في داخل القفص شاعر بالخنقه، انما انا عايز اديله حريته، عايز اسيبه خارج القفص بلعب معاه على طول باستمرار. يعني ايه خلي بالك معايا انت، حتى لو عندك مثلا ببغاء متدرب وسبته فتره او يعني اهملت فيه فتره وسبته داخل القفص فتره طويله وما عدتش بتطلعه، الببغاء اللي هو اللي انت تم تاكيله تاكيل يدوي ويعني تم تدريبه هيبدا يعض، بس مش هيعض قوي يعني زي الببغاء اللي هو الصيد او ببغاء التفريك، لكن اهمالك للطير بيعمل بيجعل الطير يبدا ينساك ويبدا سلوكه يبقى يعني سلوكه وحشي. فكل ما يبقى الطائر تطلعه بره القفص تدربه اكتر كل ما الطائر يكون احسن. فتره التدريب ده يا جماعه بتبقى فتره الصيف، يعني احنا بندرب الببغاوات في فتره الصيف وليس في فتره الشتاء، لان فتره الشتاء او الربيع بتكون فتره الانتاج، فما ينفعش ان انا اقعد اطلع الببغاء. احنا الوقت بنشتغل في فتره الايه في فتره الصيف فقط، كده كده الطيور مرتاحة وأنا ببدأ يعني أدخل الموسم يعني بدلهم حافز من الثقة من الأمان من الراحة. الطيور اللي أنا شاريها جديدة زي ما احنا شايفين كده، بنحاول ان احنا طبعا يعني مسألة التجويع برضك، يعني المسألة بتاع التجويع ديت في ناس تقول لك التجويع ده بيعمل أثر كبير. طبعا التجويع طبعا بالنسبة للببغاء الدرة عامة، يعني ببغاء الدرة عنده القدرة الكبيرة جدا على تحمل الجوع، عشان نبقى فاهمين. يعني في ناس مثلا تقول لك 4 ساعات و5 ساعات ولا يأثر فيه خالص، يعني 4 ساعات وبتاع ما يأثرش فيه. الببغاء دوت بيستحمل الجوع بشكل كبير جدا، ولازم نفهم حاجة مهمة جدا، الببغاء في الطبيعة يعني ان هو بيطير على طول باستمرار ما بيلاقيش الأكل متوفر في الطبيعة، فممكن ساعات كتير قوي يجوع. وبعدين كمان الحركة بتخلي الببغاء يبذل مجهود بتخليه عايز ياكل، انما الببغاء اللي هو بيكون في القفص ما بيتحركش كتير، فأقل أكل هيكفيه. بالنسبة للتجويع هو يعني إيه فعال بس مع التواصل، يعني مثلا واحد إيه يعمل المسألة ديت، يعني مثلا إيه أنا جيت النهاردة وبدأت إيه مثلا أجوع الببغاء دوت مثلا إيه 5 ساعات، أعمل المسألة ديت مثلا لمدة طويلة، مش مثلا يوم أو يومين، لا ده لمدة طويلة مثلا تزيد مثلا على 2 أسبوع، بحيث إن وبعدين إيه أنا كل ما أجي أقدم للببغاء الأكل أربط تقديم الطعام بكلمة معينة، يعني ما تدخلش على الطائر بايه بشكل مفاجئ او بشكل فيه يعني ايه في نوع من الانواع الفجائيه، لان ده بيرعب الطائر، بالذات الطائر اللي ما عندوش ايه ما عندوش ثقه بينه وبين الانسان. فانا لما اجي قبل ما ادخل على الطائر بحاول ان انا اقول الكلمه اللي فيها مفتاح، يعني بضرب على الباب بقول مثلا بصفر بقول مثلا اي كلمه بحيث ان الطائر يعرف انني داخل عليه فما يترعبش اكتر. انا عايز اخلي الطائر يبقى فيه مصدر ثقة بيني وبينه. خلي بالك يعني تواصل مع الطائر باستمرار. طبعا اللي قدامنا ده يا جماعة ده طائر ده ذكر، بس ده طبعا تم ايه ترويضه، فهو طبعا هو طبعا من غير جوندي ومن غير اي حاجة مفيش اي مشكلة. نشوف الطائر اهو، الطائر مفيش فيه اي مقاومة، يعني المقاومة او العض ده دليل على الخوف، دليل على ان هو ببغاء مش مضرب. شوفوا هنا حتى لو عض او حاجه ما بيعضش، يعني تبقى يعني استناده بس بمنقاره. الطائر يعني في بيني وبينه ثقه. نشوف من اهم الاشياء يا جماعه ان احنا نسيب الببغاء فوق القفص، ما تدخلوش داخل القفص، سيبه فوق القفص عشان يشعر بالامان. يعني سيبه كده داخل يعني ايه فوق القفص عشان يشعر بامان. حاول انت تقدم له افضل الطعام، يعني جوعه شويه 5 ساعات مثلا، وابدا حط له تفاح، حط له عنب، حط له اي نوع من انواع الفاكهه اللي هو بيحبها، حط له مثلا بذور عباد الشمس. هنا هيبدا يحصل يعني يحصل في ثقه بينك وبين الطائر. هل المساله دي يا جماعه محتاجه يعني وقت ولا لا؟ محتاجه وقت طويل. من العوامل المهمه جدا يا جماعه اللي هتساعد الطائر على الهدوء ان انت تحاول تجيب فرد متدرب او فرد تم تاكيله وترويضه وتحطه مع الببغاء اللي هو المتوحش او الببغاء اللي ما تمش ترويضه، فده بيشعره بالامان. يعني احنا شايفين اهوت مثلا ايه الذكر ده مثلا تم ترويضه ببغاء مدرب، عندنا الانثى ديت ما تمش ترويضه. لكن لما بنشوف اهوت لما نشوف الذكر اللي هو تم ترويضه دوت اللي هو الهادئ واقف مع الانثى، فبيحصل طبعا الانثى هنا احنا واقفين جنب القفص، فبنلاحظ ان الانثى عادي خالص مش خايفه مننا، بدات تشعر بالامان،
يعني لما بيكون معاها فرد تاني بيشعرها بالأمان، إنما لما بتكون هي لوحدها ده بيخليها خايفة وبيخليها في حالة رعب وفي حالة فزع. فنشوف إن إحنا لما جبنا الذكر وحطناه جنب الأنثى، الأنثى بدأت تهدأ وبدأت يعني إيه شايفين هوت مثلا الحب هوت والتفاعل. وده بيخلينا نقول لحضرتك إن أنت في فصل الصيف حاول إن أنت تفصل الأنثى عن الذكر. ليه بقى؟ لأنك لما بتجي تحطهم بعد كده بقى في فصل الشتاء بيكون الذكر مشتاق جدا للأنثى، يعني من شهر 9 كده لما بتجي تحط الذكر مع الأنثى بيكون الذكر يعني مشتاق جدا للأنثى. فزي ما احنا شايفين اهو الأنثى دي فصلناها عن الذكر فترة طويلة، فلما الذكر رجع لها رجع لها بحماس ورجع لها بحب، بيحاول ان هو يغزلها بيحاول ان هو يأكلها. لذلك المربين يعني بيفضلوا ان انت تفصل الذكر، حاول ان انت تمسك الببغاء اللي انت عايز تدربه بهدوء جدا، ما تروعهوش ما تفزعوش ما تنتفلوش ريشه، لما يعني لما تيجي تلصق جناحه يعني الصق الجناح برفق جدا، ما تعصبوش. لو انت جوعته يعني خلت يعني التجويع دوت متواصل، طبعا ببغاء الدره بيستحمل الجوع جدا يعني 5 ساعات مثلا، ولما تيجي تقدم له الاكل يعني حاول تجيب تفاحه، حاول تجيب اكل هو بيحبه، حاول ان انت يعني تسيبه على يعني ظهر القفص، حاول ان انت تشتله كتير يعني كل يوم مثلا تمسكه ما تزهقوش، يعني مثلا ايه 10 دقائق مثلا تمسكه وتحاول ان انت يعني تدلك راسه، حاول ان انت يعني تلبس الجويندي، حاول ان انت يعني ايه ما تدخلش يعني ناس غريبه على الببغاء، يعني لانه هو احنا عايزين يعني ايه يبدا يثق فيك انت الاول كده. حاول ان انت يعني ايه لما تجوعه تبدا تناديله بكلمه معينه، يعني حاول ان انت لما تيجي تبص للقفص او تبص للببغاء ما تبصش قوي في عينيه، لان طبعا يعني لما تنظر في عينيه بشكل جامد بيشعر هو بالرعب. يعني خلي بالك الموضوع طويل، وانا انصحك ان انت تبتعد تماما عن ببغاء اللي هو الصيد، وحاول ان انت تشتري ببغاء يعني تم تاكيله تاكيل يدوي، لان ده بصراحه يعني بيكون يعني ببغاء رائع جدا جدا، وبيكون في ايديك زي الملبن. الببغاء اللي تم تأكله تأكيل يدوي ده ببغاء رائع وبيكون تفريخه رائع جدا. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو ده النهاردة. لو أنت استفدت بالفيديو ده النهاردة إن شاء الله حاول أن أنت تشترك في القناة وتضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.